الساعة واحدة ونص تقريبا سمعنا نداءات من أهل البلد إن المسجد مولع أو بحترق وفزعوا أهل البلد مشكورين وحصرنا النار وطفناها وما تفاجأنا أن لكان شعارات عنصرية مسيئة مكتوبة على المسجد وتحمل توقيع مستوطنة ألبونة دولة يقظة والتحريض الذي يمارسه رجال الدين الإسلام في المحاضرات في الجامعات في المدارس هناك تحريض أسوأ لا يأبهون لا نسمع كلمة لا نسمع حتى مجرد استنكار هذا العمل عمل إرهابي لو ارتكب مثل هذا أولا هذا إرهاب مستمر تمارسه إسرائيل بأجمعها الحكومة الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي المستوطنون رجال الدين اليهود الذين يحرضون ضد الفلسطينيين وضد المسلمين وضد المسيحيين جميعا يشتركون في هذه الجريمة الإرهابية المساجد التي يحرقونها ويهدمونها سنعيد بناءها سنعيد ترميمها